ولكن مثل ما قلت بالبداية كمان أتوجه فيه إلى القارئ العربي، وهذا الشيء اكتشفته أنا وعم بكتب إنه أنا بحاجة كمان إني أتوجه للقارئ العربي، ومشان هيك عندي مشروع إني أعيد كتابة الكتاب باللغة العربية كمان للي ما بيقدروا يقروه باللغات الأجنبية. نعم صح. ولكن الصورة الأساسية يلي بحب إني وصلها مش هي إنه الستيريوتيب أو الصورة النمطية على المرأة العربية اللي موجودة بالغرب هي خاطئة، هي منا خاطئة صحيحة صح. وجزء منا كثير منشوفه بحياتنا اليومية أو عندما منسافر إلى غير بلدان أو على تلفزيونات، ولكن تقول إنها ناقصة لأنه في صورة تانية، في امرأة تانية مفروض إنها تكمل هذه الصورة بالوعي الغربي، وهي مرأة مثقفة حرة بتناضل من أجل حقوقها بقدر ما بتستطيع، أوقات بمساحات ضيقة جدا ولكن بتحاول إنها تغير، بتتابع دراساتها، بتشتغل مكتفية بذاتها، منا بحاجة لأب أو لزوج أو لأخ لحتى يعيلها لحتى تكون عم تعيش حياة مستقرة، وكل هذه الأمور كانت ضرورية بالنسبة لإلي إنها تنقال وتنقال. يعني استخدمت إذا بدك صيغة الشهادة لأنه الكتاب بالنهاية كتير مستقى منه من تجاربي الخاصة صح. ومن حياتي الخاصة صح. لأني حسيت إنه في كتير كتب فكرية كتبت عن هذا الموضوع أو أبحاث سوسيولوجية وسياسية وثقافية، أنا حبيت إني أقدم وجهة النظر الشخصية انطلاقا من تجربتي أنا خلقت بهالمجتمع وتربت بهالمجتمع وتربت على فكرة بإطار عائلة يعني محافظة صح. لأنه كتير أوقات كمان الناس عندهم هالتنميط إنه إذا أنا كنت هيك وعم بعمل الاشياء اللي عم بعملهم هو لانه كنت بعائله منفتحه او ما عندها اي مشكله، وهيدا الشيء ما هو صحيح. يعني بالنهايه شقيت طريقي، فهيدي كمان كثير مهمه. تجربه جمانة انه اغلبيه النساء اللي شوي بتحكي عن بيكون عندها غضب على المجتمع او غضب انه عم بتحرر صوره الامراه عم تعطيها حقها، هي بتكون بالعكس امراه عاشت بكل تحفظ وبعائله أكيد كمان يعني مربيتها حسب الأسس اللازمة. طب كامرأة حضرتك وكصحفية وككاتبة وهيك عندك كل هال فينا نقول النمط الحياة الامرأة المعاصرة اللي اليوم فينا نحط عليك هوية لبنانية تليانية إنجليزية، يعني اليوم ما بحب هال جمانة اليوم هي فيها تكون مواطنة من العالم، مواطنة من العالم صح. اللي بتصور أي امرأة اليوم معاصرة مثقفة هي حابة إنها تكون إلى أي مدى اليوم الحرب أثرت فيك، وخاصة إنه بكتابك في مقطع كتير حلو بتقول إنه اليوم علاقتك مع بيروت منا علاقة مثل أي كاتبة حابه تحكي عن بيروت، حضرتك بحياتك ما حكيتي عن بيروت لأنه كان عندك بتشبهيها إلى الإمرأة اللي ما عندها هوية اللي عم تنقل مثل اليوم بنشوف أغلبية النساء أو إذا نسبة كبيرة من النساء اللبنانيات اللي شكليا ما بقى بيشبهوا حالهم من وراء العمليات، بيشبهوا بعضهم بيشبهوا كلهم بعضهم بس ولكن ما حدا بيشبه حاله صحيح. ما عاد عندهم هوية صحيح. اللي عم بيفتشوا على هويتهم مثل بيروت اليوم مزبوط. ليه هالتشبيه وليه هالنظرة إلى بيروت وشو خص الحرب اليوم لأنك أنت خلقت تقريبا بوقت الحرب؟ إيه نعم، أنا خلقت لما بلشت الحرب كان عمري 4 سنين. هالعلاقة الجدلية اللي عندي إياها مع بيروت ومع لبنان عموما إلى سببين. السبب الأول هو أني اكتشفت مع الوقت طبعا مش من البداية أنه أنا إنسان بلا جذور، يعني ما بتعني لي الأشياء يلي منورتها وقت اللي منخلق من دون ما نحن نكون اخترناها، منورت أشياء كتير من دون ما نحن نكون نقعيناها، منورت أسمائنا، منورت أدياننا، منورت وطننا، ويفترض منا بشكل تلقائي أنه نكون نحن وطنيين بس لأنه سائبت أنه خلقنا مثلا بلبنان. أنا بعتقد أنه يلي بيعتبر حاله يعني عنده نزعة وطنية لبلده لازم يكون اختار هالنزعة واختارها بعمر يعني بعمر النضوج، مش لأنه خلق بهالبلد بيكون متعصب لإله. فأنا ما اخترت هذا البلد، جزء منه بلاقي حالي فيه ولكن بلاقي حالي كمان بمناطق وأمكن كتير بعيدة عن هذا البلد، ومش هيك بعتبر أني مواطنة من العالم لأنه بحس أنه هويتي الحقيقية هي بازل
البازل مشكل من 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 كل من كل الانحاء، وكل ما بروح على بلد جديد اذا بدك الحقيقه بفتش على حالي فيه، اوقات بلاقي اوقات ما بلاقي. السبب الثاني لهالعلاقه الجدليه طبعا الحرب يلي كانت موجوده من وقت اللي انا خلقت، ورفقتني رفقه طفولتي ورفقه شبابي، وبعتبرها بعدها مستمره لهلا لانه بالنسبه لي ما انتهت، عم نتطور كمان بالعلاقه. اخذت هالحرب اشكال اخرى ولكن بعدها مستمره للاسف بعد ما ارتحنا. فالحرب بتخلق يعني منك، يعني بتحولك اذا بدك لشخصين. الشخص الاول هو شخص يمكن مستسلم لقدره وبيقول انه خلينا نستفيد من اللحظه الحاضره وما فينا نغير شيء وهذا هو الواقع وهيك بدنا نعمل. او الشخص الثاني هو المحاربين. صح. المحاربين مش بالمعنى مش بمعنى السلاح، لانه هيدا ادفع معنا وخصوص وادناه يعني على الصعيد الانساني، ولكن بمعنى الفكر، بمعنى الغضب يلي بخليك تجربي انك تغيري هالواقع يلي انت موجوده فيه. وبحس اني بنتمي للفئه الثانيه. انا حابة كثير احكي عن مجله الجسد اللي بتتناوليها اكيد بالكتاب، ومجله الجسد اللي اسستيها سنه 2009 وكانت بمثابه ثوره فينا نقول ثقافيه اجتماعيه اعلاميه، واللي كثير انتقدوك وخلوك يقولوا انه كثير في كثير ناس يقولوا انه شو هالمجله الاباحيه وكيف تسميها الجسد. خبرينا اليوم شو هي مجله الجسد وشو رسالتك من خلال مجلة الجسد؟ هي تأسست سنة 2008 وطلع العدد الأول بكانون 2008. صرنا هلأ رح نحتفل بالسنة الثانية ونبلش السنة الثالثة. مبروك. جسد مجلة ثقافية، كان بدي يعني كان عندي رغبة أن يكون عندي إذا بدك طفلي الخاص بمجال الإعلام الثقافي، وفكرت بهذا الموضوع لأنه أساسا موضوع الجسد حاضر كتير بكتاباتي الشعرية. وبهمني كتير، بهمني كقراءات أيضا وكمتابعة وكفنون. والسبب الثاني هو أني حسيت أنه يعني الغضب ذاته يلي كنا عم نحكي فيه حيال كل الخبث يلي عم نعيشه بالمجتمع العربي. لأنه جزء كبير من يلي بينتقدوا هذه الأمور هن يلي عم بيجربوا بالسر، وبنعرف منيح هالشي، مش عم بفتري على حدا، هن يلي بيروحوا بالسر بيفتشوا عليها أو بيطلبوها. كل هالمعايير المزدوجة وكل هالمحرمات يلي جزء كبير منها باطل وتافه وسخيف يعني خليني أني أسس هالمجلة يلي بتعنى بثقافة الجسد، يعني كل شيء له علاقة بالفنون، بالأدب، بالسينما، أحيانا بالعلوم. عنا كمان أطباء بيكتبوا فيها للمجلة. هي بتتناول هذه المواضيع، هي مجلة فصلية بيشارك فيها عدد كبير من الكتاب والفنانين العرب، بتتوزع بكل المجلة بكل المكتبات بلبنان، وأيضا بتوصل على البلدان العربية من خلال الاشتراكات، يعني فيه الإنسان يشترك وبتوصل له على بيته. نعم، حلو كتير. في مش معقول يعني تخلص الحلقة وما أحكي عن الفصل الخامس اللي بتحكي فيه أنت عن La femme arabe redéfinissant sa féminité. واليوم بتصور بهذا الفصل عم تحكي عن 90% تمام والأكثر من النساء اللبنانيات المعاصرات، يعني كلنا اللي بهذا الجيل اللي حضرتك كمان منه، واللي بتقولي انه المرأة فيها تكون مرأة بكل أنوثتها وبكل جمالها، وتروح تظبط شعراتها وتلبس أحلى لبس وتضل يعني واعية على الإثارة فيها تعملها بالمجتمع، ولكن هي مرة أول شيء ذكية، مرة ناجحة بالمجتمع، مرة مكفية حالة يعني مستقلة وعندها مكانتها واحترامها بالمجتمع. هاي الصورة الرائعة للمرة، واللي هي بتصور اليوم مثال للمرأة اللبنانية، يعني اليوم المرأة اللبنانية بتحب تكون جميلة وذكية أغلبية الوقت إذا بتقدر تكون، لأنه الجمال يمكن فيها تشتري ولكن الذكاء صعب. قد إيه اليوم أنت بتلاقي أنه في نسبة من هالإمرأة اللي أنت بتنشطي فيها واللي أنت أكيد جزء منها؟ للأسف مش كتير، ما بعرف إذا أنا جزء منها. بشكرك بكل الأحوال، هيدا للأسف مش كتار. ليه رح قلك ليه؟
ورح كون قاسية شوي بس بنستحق القسوه، لأنه بداية تنحكي عن الشكل بنخلط ومن دون تعميم بكرر بلبنان بين الاعتناء بالزيت وبالجسد وبين الترتيب وبين النظافة وبين أنه الوحدة تكون محترمة جسمها، وبين فخ لا متناهي من عمليات التجميل المبالغ فيها. أنا ما عم بنتقد عمليات التجميل لما بتكون ضرورية أو لما بتكون عم بتحسن لك عيب موجود فيك وعم يخلق لك أزمة نفسية، ولكن يلي عم نشوفه أكان من هالنفخ الشفاف إلى آخره ما بدي فوت بهال. عم نشوف أول شيء أنا ما بعتبره جمال للأسف، يعني بعتبره امحاء للهوية الشخصية. نعم. وراء صورة ما لامرأة فرضتها بالدرجة الأولى وسائل الإعلام وعالم الإعلانات، لأنه نعم. بيقولوا لك هيدي هي المرأة الحلوة. نعم. وبالنهاية هي المرأة الحلوة هي المرأة اللي عندها ثقة بنفسها. نعم. ثقة أوكي. بشكلها وبابي شخصيتها. جمانة منتقل بدي أتشكرك على هالحديث. شكرا. الحلو الجميل، ومبروك لكتابك الجديد وكل التوفيق. وهلأ لأنه بدنا ننتقل على لايف، بتشكرك بعد.